مرحبا، أنا غيدة مرزوق، واليوم حابة أحكي مع سيدة موجودة هلأ بتورونتو واشتغلت على حالها لحتى تقدر تأسس وتفيد أيضا شركات صغيرة عم بتبلش حياتها وعم بتشق حياتها بطريقة تكنولوجي أو بأي مجال كان عم يشتغلوا فيه، وحاولت تقدم لهم أوفيسز ضمن إطار هادل سبيس. اليوم معي من تورونتو معي غريس قسطة نصر الله، وهي الأوبريشنز إكزيكتيف موجودة حاليا بتورونتو. أهلا وسهلا فيك غريس. اهلا فيك غيدة، وشكرا كثير مشان هالاوبورتونيتي. يا اهلا وسهلا فيك. انا دائما بكون مسروره لما بحس حالي عم عرف هالاشخاص اللي اشتغلوا فعلا بالمجتمع اللي هن عايشين فيه خارج وطنهم الام، وقديش فعلا قادرين ينجحوا بهالمجال اللي اشتغلوا فيه، لانه هيدا الشيء اكيد منه سهل ابدا. اليوم غريس، بالاول بدي اعرف عنك، انت لبنانيه وتركت لبنان من اكثر من 30 سنه تقريبا وانتقلت الى كندا. خلينا نخبر شوي، يعني انت الباك جراوند تبعك غريس كيف اسستي، لانه انت جايه من باك جراوند مثل انا، يعني من الكوميونيكيشن ارتس، من الاعلام بالبدايه. صحيح. تركت لبنان بال89 وجينا على مونتريال، قعدنا سنه بمونتريال وتجوزت بعد هالسنه ونقلنا على تورونتو. سكننا بمنطقه ميسيساغا 15 سنه، وخلالها اشتغلت عدة اشياء، يعني بلشت فولنتير، بعدين تحولت بالاكاونتينج، اشتغلت اسيستنت اكاونتنت، رجعت سم داتا انتري، ان ذا مين تايم اخذت كورسز بالهيومن ريسورسز واشتغلت بالهيومن ريسورسز بنون بروفيت فور 11 ييرز. ووراها ثاقبت انه عم يعملوا ريستراكشرينج بالكومباني، فانا بحكم وجودي بالاتش ار قدرت يعني اخذت باكج وتركت. وبهالوقت رجعت على الكوليدج اخذت بزنس بروجرام. سو انا بلبنان عملت كوميونيكيشن ارتس، هون عملت بزنس ادمنستريشن اند اكاونتينج. وخلال هالوقت يعني I was able to prove myself بالكوليج، وكنت ساعدهم بالتعليم وهيك يعني. So بعد ما تخرجت أخذت Microsoft Certification وعلمت بنفس الكوليج اللي تخرجت منه. نعم، وهيدا فعلا هيدا شيء كتير حلو، يعني تحسي حالك انه انت يعني جمعتي هالعالمين مع بعضهم، يعني عالم الاعلام والميديا وعالم البزنس والتكنولوجي، وتقدري انت ترجعي تعلمي بعدين يعني دغري. اي يعني للحقيقه ات واز فيري ريوردينج لالي، يعني انبسطت بالتعليم، اتعرف على ستودنتس يلي معظمهم جايين مثل ايميجرنتس يعني، وفي منهم جايين جديد، في منهم قدام عم بيرجعوا يفوتوا تو ابجريد ذير سكيلز وهيك. سو ات واز ا ليرنينج اكسبيرينس لالي، بس بنفس الوقت ان انجويبل ليرنينج اكسبيرينس. من بعدها فكرتي تفتحي هادل سبيس لحتى تقدري تستقبلي هالاشخاص الجديد اللي هن بدهم مكاتب لالهم، يعني هذا هو العنوان الرئيسي اذا فينا نقول، هو لما الواحد بيفسر مثل مجموعه مكاتب بتكون موجوده ضمن اطار شركه وحده. وهون بنعرف قديش الاهميه لاله، لانه قديش الاس ام اي صايرين او السمول اند ميديوم بزنسز او الانتربرايزز، نعرف اللي هن مستقبل هالشغل كله يعني، وهني بحاجة لأشخاص مثلكم يعطوهم سقف. صحيح. بس هادل سبيس لحتى وصلنا له في جيرني كانت. سو خلال التعليم أنا كنت عم بعمل ويب ديزاين لبعض الشركات الصغيرة، و I was building my database يعني بالويب ديزاين، لأنه بالإتش آر عملت يعني تكنولوجي باكجراوند للإتش آر، عرفتي؟ specific للإتش آر. وقت كنت عم بشتغل بالكوربوريت وورلد بالإتش آر، رحت أخذت كورسز، هني كانوا يبعتوني أخذ كورسز بال database development والأشياء يعني كلها. So استفدت منها وصرت أعمل ويب سايتس للسمول كومبانيز. نعم. وصلت لمرحلة قلت بدي كلاينتس، ومش عارفة كيف بدي أجيب كلاينتس، قلت ما زالي بعمل ويب سايتس، خليني أعمل ويب سايت للسمول بزنسز to add their profiles there. So عملت within 3 years صار في 700 companies there. So already عملت a large database of small business owners. وراها قلت طب خليني let me make them active، يعني
I want to meet them face to face. I want so بلشلون events. نعم. بلشلون events up till 2007 لما بلشت هادل سبيس. نعم. يعني بهالفترة كلها عم بعمل events من 2010 لـ 2017 عم بعمل events واتعرف على عالم و small businesses لحسيت إنه we are ready to present something like هادل سبيس. عرفتي كيف؟ سو بلشت بهذا السبيس ونشكر الله وفقنا ويعني قدرنا مليني. You mean 2007 قصدك؟ No, sorry, 2017 أنا غلطت. لما خلصتي بالآخر. أوكي okay. بس خلص خلصت اكتملت الرحلة مع هذا السبيس كانت هون مع مجموعة كبيرة من الشركات يعني اللي عم تتعاملي معها. وهون كيف عم يعني كيف عم بيكون التعامل تبعك مع هالشركات يعني كيف عم تقدري تقدمي لهم خدمات؟ شو في اشياء عم تعمليهم عندك بالاوفيسز تبعولك وقديش في اشياء كمان خارج المكتب عم بتصير معهم؟ اي هلا نحن عندنا ثلاثة virtual services very basic very straightforward. واحد منهم business mail service سو بنعطيهم ميل بوكس بيجوا على السنتر بيلموا الميل تبعهم وبيروحوا. سيرفيس ثانيه يلي هي virtual يلي automated assistant كمان بدي سبسكرايب بنعمل لهم automated assistant. السيرفيس الثالثة اللي هي كمان فيرتشوال بيجوا بارت تايم بيستعملوا البوردروم. اوكي هلا عدا عن هدول كله انيوال كونتراكتس ما بقى عندي شيرد اوفيسز. يعني بلشت شيرد اوفيسز بالاول لقيتها انه it requires a lot of time from me ما عندي وقت كثير بحب ارجع للكوميونيكيشن ارتس عرفتي So هيدا يلي هو سو بأجر annual. اوكي عنا 8 offices بنأجرهم annual. هيدول صاروا خلص يعني ثابتين عندكم بس يعني ممكن يجددوا هن او ممكن يكون في شركات تانيين بس هالثمان شركات صاروا موجودين بيكون عندكم تحت السقف اللي هو تحت هذا السبيس. اي مش ضروري 8 شركات لانه اوقات شركه واحده بتاخذ 2 rooms كمان حسب عدد موظفينا. مزبوط مزبوط سو هيدا الشيء كمان عم بيصير عم يعرفك اكثر واكثر عم يفتح داتا بيس كبيره لإلك يعني مع كل هالشركات مثل ما قلتي لي اوريدي انت صرتي صار عندك معرفه طويله كمان معهم. يعني قديش هيدا الشيء عم بتحسيه عم بيفيد ايضا الاشخاص ان كانوا ستارت ابس وان كانوا شركات اوريدي استابليشت على الارض؟ ديفينتلي ديفينتلي عم بيفيدهم. يعني في عندي كلاينتس يلي صار لهم معي من لما بلشنا و they are really happy لانه I try my best to keep a clean, neat environment يلي بيريحهم وبيأمن لهم كل شيء. All they need to do is bring their laptop and come and work. That's it. وهيدا أريح شيء. أوقات واحد بده بس هيك يحس حاله مرتاح ما يحس حاله عنده مسؤولية كبيرة ما يحس عنده مسؤولية موظفين أو مسؤولية مكاتب يعني بده كل الوقت يعمل maintenance. هيدا الشيء بحس حاله خلص بس جاي بيعمل شغله بيرجع بيته بحس حاله هيك free as a bird مثل ما بيقولوا. هيدي كتير كتير أساسية فعلا. وهلا كمان بعمل لهم ماركتينج تولز هلا لأنه عندي باك جراوند تكنولوجي لقيت هيك كم ماركتينج تول يلي that can be used for small business owners. سو كمان بعمل لهم إياها as a service بالسنتر وبرا السنتر كمان yeah. وهيدا الشيء فعلا كتير مهم. يعني هون قديش كمان بعدك عندك علاقه اذا فينا نقول مع لبنان؟ يعني لما وقت تركتي لبنان اللي هي فتره طويله مع الهجره الكبيره اللي صارت وقتها بهيدا السنه لكل اللبنانيين اللي اجوا قديش بعد عندك يعني كمان ارتباط بالمجتمع اللبناني بكندا وايضا مع لبنان كمان؟ اول ما جينا كان عندنا اكثر اتصال بالمجتمع اللبناني والمجتمع العربي كمان. العربي بعدين بتعرفي تنشغلي بأمور الحياة وبتصيري بدك تطوري نفسك لتتقدمي لأنه أنت عم بتصارعي ببلد جديد. يعني ما أنه بلدي لو قد ما جربتي تتبلدي ما فيك تتبلدي لأنه ما رجيتي هون ما بتعرفي المنتاليتي مزبوط. يعني لو قد ما تعلمتيها بتضلك تحسي أنه لا يمكن مش هيك يمكن هيك عرفتي؟ بتحسي بتبعدي شوي 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 بس أكيد يعني بعد عنا أصحاب من لبنانية و I treasure their friendship لأنه بذكروني بباك هوم عرفتي؟ أكيد أكيد أكيد. حبيت هيدي كلمة تتبلدي
ولا مره حدا استعملها على فكره يعني ولا مره سمعت حدا لما واحد بيقول تو انتجريت بالسوسايتي، الترجمه اللي استعملتيها انت تتبلدي هيدي اول مره، اول مره بسمعها اليوم، بقى منيح كمان اكتشاف جديد بالفوكابولير تبعك كمان هيدي اليوم الكلمه. بس فعلا هي يعني بتحاول توصف اذا فينا نقول كل شخص لما بيوصل على بلد جديد بده يقدر يتاقلم ويفوت ضمن اطار المجتمع تبعه، لانه منه شيء سهل ابدا مثل ما قلتي، خاصه وانه انتم وقتها جيتوا كمان بظروف كثير صعبه بوقت بوقت الحرب، وللاسف كمان عم نرجع نشوف هلا هجره جماعيه جديده من لبنان كمان للاسف، بس بهذيك المره كان بسبب الحرب، الحرب الحقيقيه هالمره عم تكون بسبب الحرب الاقتصاديه، وهذا الشيء بزعل ايضا كثير. صحيح صحيح. هلا غيدا اللبناني بفتكر لو قد ما قعد خارج بلده بضل يحن لبلده، في شيء بلبنان يلي ادكتف، عرفتي؟ مع انه بنتذمر وبنقول، وصحيح هلا بقول لك انا انه ارجع عيش بلبنان ما بقى فيني عيش فيه، عرفتي؟ بس في شيء فيك هيك نوستالجيك بيحن. صحيح، ما في في سحر جواتنا، ما في مجال ما نقدر هيك نفكر فيه، اكيد هيدا شيء كثير بيسحرنا. انا هون بدي كنت اليوم حابه اعرف الناس عليك جريس، لانه فعلا انت عندك عدد كثير من المجالات اشتغلتي عليهم واشتغلتي على حالك، يعني انت مثال لسيده قدرت تشتغل على حالها وتنتقل من مجال الى اخر، وتقدر هي حتى تعلمه بعدين، وتقدري ايضا تستقبلي شركات كبيره عندك بالمكتب تحت ادارتك، يعني هذا الشيء فعلا انا حبيت اليوم ينحكى عنك لأنك مثال فعلا يحتذى فيه، ونحن فخورين فيك كمان من لبنان. Thank you. أهلا وسهلا فيك أكيد جريس، وأنا بدعي كل الناس أكيد اللي موجودين بتورونتو أو بكندا أيضا وحابين يتعرفوا على هذا السبيس كمان، ممكن يقدروا يستفيدوا من الخدمات اللي بتقدموا لهم إياها على الصعيد السنوي إذا كمان بدهم يكونوا موجودين، أو حتى على صعيد فردي، لانه مثل ما قلتي اوقات بتقدموا خدمات فرديه او فيرتشوال لبعض الاشخاص ايضا بتقدموا لهم اياها من دون ما يكونوا مضطرين يكونوا بالمكتب كمان حتى عندكم. اي هلا اللي بحب يعرف اكثر عنا في الويب سايت اللي هي huddlespace.biz فاذا خلص مدعيهم لحتى يتعرفوا عليها. انا اليوم كنت سعيده كثير باللقاء معك جريس كوستا نصر الله، الاوبريشنز اكزيكتيف لهادل سبيس من تورونتو بكندا. اهلا وسهلا فيك، واكيد لحتى تحضروا هاللقاء ولقاءات اخرى فيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لغيدا مجذوب، وانا بشوفكم بلقاء جديد.